بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل القرآن، ونداء اليوم يتعلق بالنهي عن السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة تدعو إليه، وكذلك فيه التحذير من عقوبة ذلك، يعني أن يسأل الإنسان عما لا فائدة فيه ولا حاجة تدعو إليه. ولذلك كان هذا النداء الرباني لأهل الإيمان ألا يفعلوا ذلك، ألا يسألوا عن أشياء لا حاجة لهم في السؤال عنها، وإلا فإن عاقبة ذلك تسوءهم. أما النداء فهو الذي جاء في الآية الثانية بعد المئة من سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا نداء رباني كان له سبب كما أشرنا في مقدمة الحديث، ذلك أن بعض الناس كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة تكون سببا في إحراجه أو في حصول ما يسوءه أو في المشقة التي تتنزل بسببها هذه الأسئلة أحكام فيها ربما تضييق أو إحراج أو نحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، ونذكر بقول ابن مسعود رضي الله عنه: فأعرها سمعك وأعرها قلبك، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هنا في هذا النداء شر ينهى عنه أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني لا تسألوا عنها قبل أن يكون فيها خبر في القرآن، فإن لم يكن كذلك فالأفضل ألا تسألوا حتى لا تتسببوا في وقوع الحرج لكم أو لغيركم. وكما ذكرنا أن ذلك كان له سبب، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال أنس وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، صوت البكاء الذي فيه نوع من المجاهدة بالمنع. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، فقال رجل في هذا الجو:
الذي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متأثرون بما خطبهم به وكلمهم عنه، ذلك أنهم كلمهم عن الجنة وعن النار والجزاء وجعل يذكرهم بذلك حتى جعلوا يبكون. لكن في هذا الوقت يخرج رجل بسؤال غريب، بسؤال غريب، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أبي؟ انظر، سؤال ليس في محله ولا في وقته، وربما يكون سببا لحرجه وإحراجه. وكان هذا الرجل يدعى لغير أبيه بين الناس، يعني كان هناك مشكلة في نسبته، كان يعير بذلك: أنت ابن فلان، لا أنت مش ابن فلان. لكن هذا الرجل لم يتخير الوقت المناسب، بل وطرح السؤال بطريقة غير مناسبة. أولا، الوقت غير مناسب، الموضوع موضوع موعظة تتعلق بالجنة والنار والجزاء والحساب، فهذا سؤال في غير محله. وهذا أيضا أدب للمؤمنين ألا تسأل سؤالا في غير محله ولا مناسبته، وهذا يحدث من كثير من الناس، تراه في غير محله أو المحل المناسب يسأل عن أشياء عجيبة، ولذلك يكون الحرج ربما سواء في جهته أو في جهة المسؤول. ولذلك لما سأل الرجل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فقال: فلان، أي أبوك فلان، لغير الاسم الذي يدعى له، لغير الاسم الذي يدعى له. فكان هذا الأمر حرجا صعبا على نفس الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أوحى الله له بالإجابة ولن يكذب صلوات الله وسلامه عليه، فلما أجابه أجابه باسم رجل ليس هو الرجل الذي يدعى إليه، فكان الحرج بين الناس. وهذا يجلب على هذا الإنسان السائل نوع من العار أو الحرج، أو أن يكون بين الناس في حالة خذلان. ولذلك نهاهم الله، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لماذا تسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت المتشكك في أمرك ابتداء؟ ثم هذا ليس الوقت المناسب ولا السؤال المناسب. ولذلك لما أجيب على السؤال كان الحرج والشدة والعنت والمشقة: إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، انتظروا حتى ينزل القرآن، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. لماذا تتعجلون الأسئلة؟ لماذا تتخيرون أسئلة غير مناسبة؟ ولا سيما والزمان كان زمان تشريع ونزول للقرآن. انتظر ولا تتكلف. وهذا وقع فيه كثير من الناس. فعلى سبيل المثال، هذا السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوما وهو في الحج، وهو يخطب في الناس صلى الله عليه وسلم، وهو ينصحهم بنصائح عظيمة، فإذا بهذا السائل يقطع ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح في الناس ويقول: إن الله كتب عليكم الحج، ويذكر لهم مناسك الحج، فإذا به يقاطعه ويقول: يا رسول الله، أو كل عام؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه، فيعيد السؤال: يا رسول الله، أو كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لماذا تسأل في هذا الوقت؟ هذا سؤال
محرج قد يؤدي إلى نزول الأحكام التي فيها مشقة عليك. اترك الأمر طالما أن الله لم يتكلم في ذلك. ولذلك قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. الله سكت عنها، قال إن الله كتب عليكم الحج، خلاص اسكت. ولذلك تجد كثيرا من الناس هذا ديدنهم، إن الله كتب عليكم الحج، يقول لك كم مرة والساعة كام ومنين وفين ويسأل أسئلة عجيبة جدا. هذا في معرض مواضيع كثيرة تجد أناسا يسألون أسئلة عجيبة ويتعنتون في السؤال حتى يصيبهم المشقة ويصيبهم العنت فيندم بعد ذلك على أنه سأل على هذا النحو. والبعض أحيانا يسأل بطريق التكلف، بطريق التكلف بمعنى أنه ربما يسأل وهو في غير حاجة للسؤال، ربما يسأل وهو في غير حاجة للسؤال فتراه ربما يعرف الإجابة ومع ذلك ماذا يفعل؟ يسأل. هذا تنطع، وهذا من ما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن هذا سؤال متكلف. وكذلك من يسأل في الأغلوطات، يسأل في الأغلوطات، مثل مثلا من يقول مثلا يسمع الإمام يقول من لم يجد الماء تيمم، فيقول وماذا إذا لم يجد في الأرض ترابا؟ خلص التراب كله اللي فين؟ اللي في الدنيا كله. انظر هذه أغلوطات أصحابها يتعنتون في السؤال. ولذلك تجد البعض هذا حاله، يسأل في غير حاجة، بل أحيانا قد يسأل لأجل إحراج المسؤول، وهذا أشد حرمة، إنه يسأل لأجل إحراج المسؤول، هو عارف الإجابة. وربما السؤال يكون في مسألة تحقيقية شوية، هو أراها عدت كده النهاردة ومسك كتاب ولا حاجة، أم أراها عرف إن المسألة الفلانية دي اللي فيها تحقيق في جزئية منها. أحيانا بعض المسائل المحققة التي فيها تفصيل محقق قد ينساها العالم في وقت من الأوقات. يعني على سبيل المثال كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في بلادنا وفي أكثر بلاد الأرض تراهم ينسون كثيرا من دقائق مسائل الحج، نظرا لأننا لا نمارسها كثيرا في بلادنا، أو مسائل تتعلق ببعض المعاملات كالشركات وأحكام السقاية والمساقاة والمزارعة. يوم واحد يقرأ المسألة أراها قدرا ولا حاجة، يوم عرف بقى، يوم يجي للشيخ في الدرس يقول له ما تقول في كذا، هو شبه واثق أن الشيخ غالبا هتخفى عنه لأنها مسألة قليلة الذكر دقيقة التفصيل، وهذا لا يعيب العالم. وإلا فعلماء الأمة علموا الأمة كلمة لا أدري، وكان الأكابر منهم يقولون لا أدري، ولا يزال في الأمة هذا الخير والحمد لله. أحد المشايخ الأفاضل حفظهم الله تعالى كان ذات يوم يلقي درسا فقال في مسألة من المسائل قولا فيه نظر ليس هو الذي اعتاد أن يقول به، فقال له أحد طلبة العلم بعد الدرس يا شيخ أنت قلت كذا أو كذا أو نحو ذلك، قال ممكن أنا فعلا لازم أراجع المسألة. هذا لا يعيبك أن تراجع أمرك وتراجع المسألة، لكن أحيانا بعض الناس ربما يكون فتنة للعالم أو الداعي بسبب هذا التكلف، يسأل الأغلوطات، يسأل التكلف، فيعين الشيطان على هذا العالم أو هذا الداعي. ممكن يبقى شخص مستفز
يوم يسأل بطريقة مستفزة، يوم العالم الشيطان يقول له ما ينفعش تسيبه، فعش تسكت، لازم تجاوب، لأن الشخص ده لازم تجاوب، وقد لا تكون الإجابة هي الإجابة الصحيح فيؤدي إلى الشر والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد سأل قبل ذلك بنو إسرائيل أسئلة على هذا النحو، لذلك قال الله تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. كان بنو إسرائيل يسألون الأنبياء الأسئلة التعنتية الكثيرة التي فيها المشقة بعد ذلك ثم يكفرون بعد ذلك. يعني على سبيل المثال قالوا أرنا الله جهرة، انظر أسئلة فظيعة جدا ونحو ذلك. ولذلك حذر الله المؤمنين أن يسألوا على نفس طريقة هؤلاء، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، هذا في زمن التشريع، فحرم من أجل مسألته. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، إن الإكثار من السؤال لا سيما إذا لم يكن في وقته المناسب أو كان بتكلف أو بأغاليط هذا مما يكرهه الله عز وجل. ولذلك هذا أدب عظيم بهذا النداء قد سبق، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ولذلك فإنه ينبغي على المستمع أن يتأدب في سؤاله، فلا يسأل عما لا ينبغي السؤال عنه، كمثل الذي يسأل عن أشياء تمس الأعراض فيسأل علنا أو جهرا أو نحو ذلك، أو كمثل الذي يسأل السؤال يطعن به في غيره أو في الناس لربما يعود الأمر عليه، كما وقع هذا الرجل في هذه المسألة قال من أبي؟ قال أبوك فلان، فذكر له اسما غير الاسم الذي ينسب له. ولذا كذلك علينا أن نتأدب مع أهل العلم والعلماء، فلا نسأل سؤال تنطع ولا نسأل عما نحن به عالمون ولا عما نحن غير عازمين على العمل به. واحد يسأل عن حاجة هو ملوش دعوة بها خالص، زي اللي قاعد يسأل مثلا، يعني يقول له العالم في مثلا في الزكاة اللي يقول له طب ايه رأيك، واحد فقير جدا، ايه رأيك لو انا عندي ابار بترول هطلع الزكاة ازاي؟ انت فين اصلا؟ ده انت لسه ما طلعتش من الحفره اللي انت قاعد فيها، دخلت على ابار البترول، هطلع الزكاه بتاعتها ازاي؟ ولو انا دلوقتي عندي قصور واموال وزراعات وكذا، هذه اسئله انت اصلا لست من اهلها ابتداء، يعني الا ان يكون للسؤال مغزى او فائده. ولا نسال الناس كذلك اموالهم ولا نكلفهم ما لا يحسنون ولا ما لا يطيقون، ولنلزم الصبر والصمت والذكر، فهذا هو طريق الهداية والكمال الذي أراده الله عز وجل لأهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.